مساء الخير أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم البداية صح. بنتكلم في موضوع مهم بيهم الأمهات، ألا وهو تبديل الأسنان. إيه المرحلة اللي بنبدل فيها الأسنان؟ عشان الأم تاخد بالها ويكون بدايتنا صح في عنايتنا بأطفالنا، لازم نعرف مرحلة الأسنان اللبنية بتظهر إمتى وبتنتهي إمتى، ومرحلة تانية اسمها الميكس دينتيشن اللي هي خليط ما بين الأسنان اللبنية والأسنان الدايمة، وبعدين مرحلة تالتة الأسنان الدايمة. هاخد النهاردة في حلقتنا عشان تبقى بدايتنا صح المرحلة اللي في النص، الميكس دينتيشن اللي هي الخليط أو وقت التبديل بتاع السن. نبذة بسيطة قوي عن مرحلة ظهور الأسنان اللبنية، بتظهر 6 شهور وتخلص على 6 سنين، يعني تكمل من 6 شهور لست سنين الفم بيبقى كامل أسنان لبنية. نبدأ من مرحلة التبديل، وده من المعجزات الربانية ان ربنا بيخلق الاسنان اللبنية، الغرض منها اسمها اسنان لبنية، جاية من كلمة اللبن، انها اسنان رقيقة، اسنان ديليكا، اسنان بيتاكل بيها الحاجات السوفت اللي هي الاكل بتاع الطفل، رضاعة، اكل سوفت، اكل طري. لكن ما نبدأ نكبر محتاجين حاجة تاكل اللحمة وتاكل الفراخ وتمص القصب وتمص الحاجات الجامدة وتاكل تقرقش العيش الناشف، الحاجات دي كلها عايزة أسنان قوية. فبتدخل في مرحلة الأدل اللي هو الإنسان البالغ، بيبدأ يتحول من الأسنان اللبنية للأسنان الدايمة. يبقى أنا للأمهات، احنا مرحلة الأسنان اللبنية تكمل تتم بالكامل لغاية من 5.5 لـ6 سنين. تبدأ مرحلة التبديل اللي هي المرحلة الوسطى اللي قلنا عليها دلوقتي، الميكسد دينتيشن. ميكسد دينتيشن يعني خليط، ميكسد يعني خليط، دينتيشن اللي هي التسنين او التبديل، تسنين الأسنان أو التبديل. يبقى في مرحلة مهمة جدا، ودي من المعجزات الربانية. معانا المرحلة دي في الصورة بتاعتنا أهي. من الحاجات الربانية الجميلة، الإنسان لما يعمل أشعة أو إكس راي على الأسنان في المرحلة دي بتبان حاجات معجزات إلهية. يجي يقول لي ايه الانسان اللي هو يعني اول مره يشوف الشكل ده، يقول لي الله السنان راكبه فوق بعضها كده ليه يا دكتور محمد؟ ده كده ليه؟ كده ليه راكبه فوق بعضها؟ هي مش راكبه فوق بعضها، من المعجزات الربانيه ان السنان السنان الدايمه بتطلع او بتظهر او بتاكل جدر السنه اللبنية زي كده، ويظهر بعد كده يحصل ايه؟ حاجة اسمها روت ريزوربشن. روت ريزوربشن يعني ايه؟ تآكل في جدر الضرس اللبني، الضرس اللبني يتآكل من الداخل، ودي من الحاجات الربانية المعجزة، ان بيتاكل الجدر بتاع الضروس اللبنية. يعني لاحظ هنا الضرسين دول اللي اسمهم البريمولر، البريمولر دولت اسمهم ضروس أمامية، اللي هم بيبقوا في الإنسان البالغ اللي ورا الناب. يعني لو حضرتك سنك فوق الـ14 سنة أو الـ15 سنة وبصيت في المراية دلوقتي حالا، هتلاقي ضرسين صغيرين ورا الناب، اللي ورا الناب مباشرة، اللي ورا الناب مباشرة دول اسمهم بريمولر، بريمولر تصغير المولر، تصغير الضرس الكبير اللي هو ده الضرس الكبير. اما الضرسين البريمولر هم الضرسين الايه؟ الاماميين. دولت في مرحلة الميكس دينتيشن اهم بيطلعوا ما بين جدر الضروس اللبني، ما بين الجذور،
ودي من الحاجات اللي ما بنشوفها وبنصورها بالميكروسكوب الإلكتروني، حاجة جميلة وحاجة معجزة إنها بتطلع السنة إزاي. فالسنة بتتكون اللي هي الدايمة أهم، وبتدخل ما بين الجدرين اللبني وتعمل اللي بنقول عليه الروت ريزوربشن، تبدأ تعمل تآكل في الجدر بتاع الأسنان اللبنية أهو أهو. الجذور أهي اللبنية، وأدي الجذور اللبنية أهي، السنان مش فوق بعضيها، لأ ده بناكل، بتتاكل الجذور دي، الجذور اللبنية ديت. فيجي لي الأب أو الأم، الكراون ده التربوش بتاع السنة اللبنية واقع لوحده من غير جدر، فيجي يقول لي إيه يا دكتور محمد، ده الضرس اتكسر، الضرس اتكسر. الضرس ما اتكسرش، بيقول لي ده الجدر جوه. لا، اقول له الجدر مش جوه، هو الجدر ده اتاكل بفعل الاسنان الدايمه، يفضل الكراون يتلخلخ لوحده ويقع ويطلع يظهر الضرس الايه الدايم. فدي من الحاجات الربانيه اللي قلنا عليها، اللي هي الميكس دينتيشن، اللي هو في السن، يعني السن اللي قدامي ده هو سن 6.5 7، طلعت الاسنان الاماميه اللي هي القواطع الابر واللور، ومرحله تانية اللي هو بيطلع الكناين اللي هو الناب، ده ناب لبني وتحتيه ناب دايم، الاتنين البريمولر ماشي بيتبدلوا بعد كده باتنين اللي هم الديسيدوس اللي هم اللبني. من المعجزات برضو اللي بتحصل في المرحلة ديت، ضرس بيطلع دايم مباشرة، دي بلفت نظر الامهات، بيطلع في سن 6 سنين دايم مباشرة، اللي هو ده فوق وتحت. هنبص الحجم ده الضرس ده والحجم الضرس اللي جنبيه، بصوا على حجم الاتنين دول، نسبة 4:1 حجما من طول الجدر وحجم الكراون وحجم الجدر اهو والكراون. ده ضرس لبني ربنا خلقه علشان للطفل، علشان ياكل بيه الحاجات الصفت والحاجات الطرية، اما ده ضرس دايم هيعيش معاه طول عمره، ممكن يبقى 60 سنة، ممكن يبقى 70 سنة، فربنا خلقه علشان يواكب الوظيفة والمدة اللي هيعيش بيها. أما السنة اللبنية ربنا خالقها علشان على سن 12 13 سنة تخرج ويطلع سنة دايمة قوية صلبة، جدرها جامد، جدرها طويل، تستحمل السنين من 13 سنة ل 70 سنة، يدينا طولة العمر. يبقى كل ما زاد العمر سنين طويلة، وبناكل عليها 3 وجبات يوميا، احسبوها كده هتلاقوا الموضوع جامد جدا. فلازم ربنا سبحانه وتعالى يعمل حاجة للهيفي ديوتي اللي هي الخدمة الشاقة، فالخدمة الشاقة دي اللي هي المضغ يوميا 3 وجبات، ده غير بقى البندق اللي بيتكسر، غير اللي يستعمل حاجة جامدة على اسنانه، كل الكلام ده هو تستحمله الاسنان الدايمة. من الحاجات اللي بلفت نظر الامهات، خدي بالك من تبديل اسنانك، اللي هي مرحله الميكس دنتيشن اللي قلنا عليها، الخليط ما بين الاسنان اللبنيه والاسنان الدايمه، خدي بالك من المرحله دي قوي، لان ساعات الضرس اللبني ما بيقعش. دي بلفت نظر الامهات ليها قوي، الضروس بالذات الكلام ده بيحصل في الاسنان بسهوله، يعني تجيلي الام
تقول لي ايه ده الكراون بتاع السنه او السنه بتتلخلخ، اقول لها ما تقلقيش السنه اهي، نروح شايلينها وتظهر التانيه تحتيها على طول. ده بالنسبه للاسنان الاماميه اللي هي من الناب الى الناب، اللي هي الاماميه الجزء ده. اللي بيحصل بقى حاجه اسمها ريتين ديسيدوس. ريتين ديسيدوس يعني ايه؟ ان السنه اللبنيه دي تقعد عن ميعادها، تتاخر في التبديل. دي مشكلة، لأن الوقت اللي بتاخده إنها ما تتغيرش السنة دهيت، السنة اللبنية الكراون بتاعها مثلا زي البري مولر اللي قلنا عليه اللي هما الضرسين اللي ورا الناب، أعرض الكراون عريض فبيبقى واخد فراغ جامد، فممكن السنة تطلع نلاقيها إيه؟ الضرس ده طلع يمين أو شمال أو قدام أو ورا، فتلاقي السنه موجوده وتلاقي التانيه اللبنيه الدايمه عايزه تطلع، فبتطلع في اتجاه مختلف. اجري بسرعه على الدكتور بيشلك الكراون بتاع السنه الديسيدوس اللبنيه ويبدا ينظف حوالين اللثه عشان السنه تظهر. ده بسرعه، ما تستنيش. ساعات بيجي لنا واحد عنده 20 سنه و30 سنه وعنده سنه لبنيه موجوده. خدي بالكو من الكلام دوت. السنه اللبنيه ربنا خالقها علشان تقعد لسن 15 سنه مش اكتر. الله بيقول لي طب قعدت لغايه 30 سنه، تقعد بس تبدا تتبري وجدرها بيبدا يتاكل من تحت، وتيجي في وقت من الاوقات وهو انت بتاكل تروح واقع بقى، ويا عالم بقى يكون تحتيها سنه او مش تحتيها سنه. فحضرتك خد بالك من الموضوع ده كويس. بيجي لنا حالات كتير 25 سنه و30 سنه يلاقي ضرس او ناب او ضرس ورا بتتلخلخ، او سنه صغيره او سنه متاكله او كده، يقول لها يا دكتور دي سنه متاكله وبتتلخلخ وبتاع، اقول له دي سنه لبنيه، لان السنه اللبنيه الدكتور بيعرفها من شكلها ومن البوزيشن بتاعها ومن البودي بتاعها، وطبعا بالاشعه بتبقى باينه زي ما شفناها في الصوره ان جدرها بيبقى صغير قوي. نصيحه للامهات، خدوا بالكم من ولادكم في مرحله التبديل بتاع الاسنان. صحه جيده واسنان جيدة.